السلام عليكم، نبي نحكيكم بصفة عامة علاش أصحاب المحتوى أو صناع المحتوى يسيبوا قنواتهم لفترة مؤقتة أو فترة طويلة شوية أو فترة دائمة. ممكن توصل أنت لمرحلة، خلينا نتكلم عن نفسي، يعني توصل لمرحلة اللي هي الملل، اللي هي أنك أنت ما عندكش نية تدير فيديو، لكن في نفس الوقت لابد ما تنزل فيديو باش القناة متاعك ما تموتش. وهذه ترجع لعدة أسباب، اللي هي الواحد ما عادش عنده شغف زي قبل في البداية أو في السنين الأولى من صناعة المحتوى متاعه، فيبدأ هو زي ما تقولوا كأنه سيف في رقبتك، يعني أنت ما عندكش نية تنزل فيديو لكن في نفس الوقت أنك أنت مجبر تنزل فيديو. هذه بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية وهي الإحصائيات لما تشبعها قدامك. يعني كيف موضح أمامكم في الكمبيوتر إحصائيات الفيديوهات متاعتي من 4000 مشاهدة والعديد من اللايكات، طول بعدين نقزت لعند شني، لعند 167، وأصبحت المشاهدات تتراوح في أقل من 1000، يعني مشاهدات قليلة. والمدة الأخيرة لاحظت في شني، لاحظت إن في نقص شديد في المشاهدات. فكيف ما قلت لك، مرات الشخص لما واحد يتعود على مشاهدات كبيرة شوية وفي الأخير يلقى دروب أو يلقى هبوط حاد في المشاهدات، من هنا يشعر صاحب المحتوى بالإحباط، ولما يشعر بالإحباط هيك يخلي القناة بتاعه إما يفوتها أو يسكرها مرة واحدة، ممكن حتى معاش ينزل فيديوهات مرة تانية. فنرجع منكم أعزائي، على الأقل فرحوني شوية، نبي منكم شوية دعم، نبي شوية لايكات، حاول إنك أنت ترفع من الرانك متاع الفيديو. الرانك شو نقصد بيها؟ اللي هي إحصائيات الفيديو متاعي، إنك تتابع فيديو على الأقل 4 دقايق 5 دقايق بشك يظهر للأشخاص الآخرين اللي بيبحثوا في اليوتيوب. فيديو سريع، كيف ما قلت لكم، مش نتكلم بصفة خاصة، بصفة خاصة أنا نشوف فيها حاليا ما أفكرش إني أنت القناة متاعي، لكن في نفس الوقت لما نشبه إحصائيات زي هذه تخليني إني نعيد التفكير مرة تانية. في الختام لا تنسى الاشتراك، لايك للفيديو، كذلك متابعة الفيديو على الأقل مدة بسيطة. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.